كلنا بنعرف انه الاطفال عم بيكونوا صوره عن اهاليهم. اليوم عم نحكي عن موضوع كيف نعلم اطفالنا اداره مصروفهم، اداره المال. اليوم اذا كانوا الاهالي مسرفين ممكن يطلعوا الاطفال مثلهم، اذا كانوا اداريين رح يطلعوا مثلهم، ولكن خلونا ما نعمم. اكيد اليوم في فروقات بين الاخوه. رشا، يمكن اليوم الكبار ما عم يعرفوا يتحكموا باداره، فما بالك الصغار؟ والله بهذا الوقت يعني هي القصه صعبه شوي. يعني اليوم زمان كنا نسمع انه كانت الناس تضب من مصروفها من راتبها جزء ادخار فيما بعد، ولكن اليوم القصة صعبة، الظروف الاقتصادية جدا صعبة صارت يعني، فصار الشخص يعدوب يعني عم يلحق يوم بيوم. كتير مهم اليوم نحن نعود الطفل على الادخار ولكن ليس على البخل. اليوم كتير مهم يعرف قيمة الليرة اللي اليوم عم تفوت على هذا البيت. صحيح. الأب والأم قد عم يتعبوا ليقدروا يأمنوا مصروفهم اليومي ومصروفهم الشهري، ولكن أيضا من دون ما نروح لموضوع الحرمان رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. وضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية عائشة إدلبي قشاش. يسعد صباحك ست عائشة، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين، من أي عمر نحن منعلم أطفالنا كيف يكونوا إداريين اليوم بمصروفهم؟ تماما، تعليم الولد عن المال وقيمة المال ببلش خلينا نقول بعمر الأربع سنوات، بين الأربع سنوات والخمس سنوات. هون نحن فينا نحن نبلش نعطي شو معنى المال، يروح ياخذ مصروف صغير، يروح يشتري شيء، يتبادل المال مع حاجة ما. فهون بنبلش خطوة خطوة لحتى نبلش يتعلم لمراحل تانية كمفهوم المال. كتير هذا بيساعده، بيعطيه قدرة على تحمل المسؤولية، بيعطيه قدرة على التخطيط، على تحقيق الأهداف، على الإدارة المالية. وهو إذا نجح بالإدارة المالية فراح يطلع ناجح بحياته أكيد. أكيد يعني هذا ست عائشة بيخلينا نعرف أنه من كلمتك أنه اليوم التأسيس هو الأساس الصح بحياة أي طفل، وهو اللي عم يرسم للمستقبل الأخير. اليوم كيف نحن نفرق بين الطفل أنه ما نحرمه ونعلمه يدخر وما يروح لموضوع البخل؟ تمام. نحن بدنا نتفق معه أول شيء عن نفهمه شو يعني مال. يعني نحن بتختلف الوسائل كثير كيف نفهمه المال، سواء قصص ألعاب تجارة نقعد نعلمه أنه شو المال وهي القصص، بس يتعرف شو يعني مفهوم المال، مو كمعدن وعملة ورقية. اللباس هو مال، العصير اللي عم اشربه هو مال، الألم اللي بإيدي هو مال. فهو لحتى بس يحترمه ويعرف انه هذا عم ينشرب بالمال. فهون بعدين بعلمه يحترم هذا الشيء. يعني انا مو لانه شفت ألم أحمر وعندي ألم أحمر بس غير موديل أنا لازم أجيب، فهون بس غير طبي تماما. غير رسمي. هون أنا لازم بقى أعلمه منين بيجي المال. في طرف صغيرة هيك، يعني أنه في شخص بياخد المال المصاري من البنك، فأنه تعبى بنروح على هذا الآلة اللي بتعطينا مصاري، فهو ما عرفان الطريقة اللي عم يكسب فيها البابا هي المال. فهون كمان لازم نحن نفهمه قبل ما نبلش نعطيه هذا المصروف وما نحرمه، بس نفهمه انه نحن بيجي المال نتيجة جهد، ما بيجي هيك، لازم يكون في جهد مبذول. بابا عم يشتغل حتى عم يطلع مصاري. ولهذا الشيء يمكن بتلاقي اليوم في فئة من الأطفال بيكونوا بالمدرسة أو بأيام العطل الصيفي بتلاقيهم بيلجأوا للشغل، بيلجأوا لأي مهنة. اليوم ممكن بتحسيهم أنه هنن قادرين يعرفوا قيمة المصاري أو قيمة هي الموضوع، قديش هذا الموضوع كتير مهم. هلا هو حلو كثير انه يكون في جهد مرتبط لحتى اخذوا المال، بس ننتبه لهذا العمر انه اذا قادر هو يشتغل. صحيح. باعمال بسيطه مثلا باوقات ما تاثر على دراسته على نموه بانه هو لحتى يطلع مال، وبهذا العمر ممكن يشوف انه هو عم يقدر يطلع مصاري فبطل اصلا يروح على المدرسه، بصير عنده مسؤوليه كمان. كمان ننتبه هون في كثير شعره فاصله بهذا. صحيح. الموضوع. فهون نحن مجرد عم نعلمه مفهوم المال، عم نعلمه قيمة احترام قيمة المال، كيف بيجي المال. فهون عم ياخذ مصروف صغير ببلش خلينا نقول من أربع سنوات برياض الأطفال. نحن مو عم نعلمه أصلا، فهو قادر يكون يعرف المال، صار بيعرف الزرقة والخضرة.
تنهديه فهون عم ياخذ مصروف يومي لانه هو يعني اسبوعي ممكن يشتري شغله كبيره وما يعرف انه يدخر لبعدين. في محاوله وفي خطا لسه بده يوقع كثير، فانا نترك له هاي الفرصه ونحن رح نتابعه بعدين. بس كمان اليوم الظروف ما عم بتساعد يعني هذا الطفل اليوم، يعني خلينا نحكون هيك واقعين اليوم، يعني صحيح. اي قطعه اللي ذكرتيهم يعني اذا نزل طفل فيها على السوبر صحيح. ماركت شو حتجيب له يعني صحيح. فكمان اليوم مشكله بالنسبه للاهل ولا الطفل. اليوم كثير من الاهالي وما في حدا اليوم مستثنى من هي القصه انه بصير عنده مشكله ماليه، ضائقه ماليه. هل اليوم صحيح انه نحن نحط الطفل بصوره الوضع العام، نخبره انه نحن اليوم يعني مفروض انه نعمل شويه ادخار، ممكن نحن نقصر بناحيه ما لانه نحن عم نمرق بوضع ما ولكن فيما بعد رح نعود، او لا مفروض الطفل دائما يكون بعيد عن المشاكل الماليه؟ بيميلوا اغلب او بعض من العائلات انه ما يحكوا الضائقه الماديه قدام اولادهم وبالاخص دون العشر سنوات، انه باعتبار انه ممكن هذا يخليهم يحسوا بعدم الامان او انه هن عم يطلبوا كثير او يحسوا في مخاوف ممكن تتولد، فهيك بيميلوا. لكن كثير اكدت دراسات نفسيه واجريت بشيكاغو انه ضروره الاهل انه يحكوا هي الضائقه الماديه اللي عم يمرقوا فيها قدام اولادهم واشراكهم بالقرارات الماليه، لحتى يكون اول شيء هو يعرف انه وين عم بيروح، في مطبات ممكن نوقع فيها، فهذا عم لمراحل بعدين عم مثل التثقيف. بس لازم يكون في عمر صح؟ تماما اكيد في يعني بس يقدر يفهم فوق 10 سنوات فما فوق، فعم يقدر يحس انه بابا اصلا هو رح يبين في تقشف، ممكن يكون في تقشف بالبيت، في ادخار، في مصروف عم بيقل عليه، فهو لازم يعرف انه انا اهلي هيك عم بيمروا بهاي الضائقه الماديه، لهيك عم بيأثروا معي، مو لانه ما بيحبوني مثلا او في شيء. اليوم يمكن في كثير من الاهالي بتتبع اسلوب مثلا اذا كان طفلهم ناجح بدراسته او سوى وظائفه او ممكن ساعد اهله باي مهمه بالبيت بتلاقيهم بيلجأوا للمكافاه الماليه، هل هذا الشيء اليوم برايك صحيح ام لا؟ انا هذا الاسلوب يمكن خطا، انا عم عود اولادي على شيء ممكن لبعدين يتمرد ويصيروا يطلبوا على طول. هذا يعني بصراحة أنه الإفراط بأنه يعطوا تعزيز مادي هذا يعني أكدته كثير دراسات بأنه رح يعطي نتائج عكسية، وممكن يأثر على نمو الطفل، نمو الطفل النفسي حتى لمرحلة البلوغ، فيعلمه أنه هو يكون إنسان متطلب دائما إنسان استغلالي. فأنا ممكن هون ألجأ للمقايضة مقابل تحقيق الرغبات. ليش؟ لأنه أنا دائماً عم أخذ هذا المكافأة المادية، فتعطي كثير نتائج عكسية وما رح تخدم هذا، ممكن ننوع يعني من حين لآخر تخدم بوقتها بس مستقبلاً أكيد تماماً. لا تماماً أي، وحتى بدنا ننتبه لشغلة ونتفق عليها أنه في قصص وفي أمور أنت بتقوم فيها هي ما بتبدأ مكافآت، مثل الصلاة، مثل الذهاب للمدرسة، مثل بتقوم بواجباتك، ترتب تختك، في أمور تعملها هي دون مكافأة أصلاً، بس من حين للآخر جبت لك دراجة على نجاحك، أمور مادية لا بأس بها، بس ما تكون باستمرار مبالغة أكيد، ما تكون تعلموا قصص تانية نحن بغنى عنها يعني. يعني بدك تقنعني ما كنت تحبي هي القصص؟ أكيد أكيد، لكن الإفراط فيها هو دائما الإفراط هو اللي بيوقعنا بمشاكل صحيح، بصير عن جد هي بتعطيه لأنه هو بيقدر يشتري اللي بده إياه، فأعطيني مصاري وأنا بشتري اللي بدي إياه. تخيلي هذا الشرط يصير يعني أي طلب يعني، بس كنا قديش كنا نحب هي القصة يعني أي لهيك بالعيديات وهي القصص قديه حلوة أي مضبوط، ولهيك نحن هلا هون بندخل بحديث ثاني أنه هون أنا أخذت مبلغ مادي من احد ما او من بابا في مصروف، كيفنا اليوم ندخر او كيفنا نعلمه على الادخار؟ هذا المبلغ بنبلش فيه من الصغر احنا، انه في عندي قسم بيكون بيستهلك فيه الاشياء اللي لازمتني، الحوائج، ومن هون انه ندخل بالتمييز بين الحوائج والرغبات، يعني انا في امور اساسيه عندي اياها، ماكل، ملبس، مسكن، هدول الشغلات هدول اللي عندي اياها لازم تكون اساسيه، بينما الرغبات شيء فائض مثل حلوى، مثل كرت دخول لحضور فيلم، للسينما، هيك عرفتوا كيف؟ في بتكون ممكن رغبات، فهون انا اخذت قسم استهلكت فيه، قسم ادخرت فيه، وقسم ساعدت فيه احد ما. ممكن ما تكون مال، ممكن يكون مساعده، عطاء، المهم نعلمه في عطاء سواء ماديا او اشياء من عندك تعطيه اياها او مبلغ مال. تمام، بما اننا عم نحكي عن طرق الادخار يمكن قديش رشا في الاطفال كثير بحبوا قصه المطموره ويجمعوا المصاري، قد ايه عم تكون هي موجوده اليوم؟ هل فعلا هي عم تكون منيحه؟
هلا كمان كانها وسيله حلوه يعني انا بنعرف من حالنا بنعرف من الواقع يعني بتحفزي اكثر يعني انه بس ما حدا يفتحها من تحت اي اكيد هي احد طرق الادخار حدا بيلجا لصندوق معين يعني طريقه مضمونه عن جد ولا كيف اجي حصاله هو يزينها هو يرتبها يعرف انه هي بخبي فيها او عند الماما هي طرق ادخار بس مو كم يوم يفتحها يعني خلوه يعدوا تمام ممكن نحط هدف لهذا الادخار هلا الاولاد ما بيعرفوا انه الادخار لازم يكون لوقت بعيد لا سمح الله ممكن نوقع بشي ظرف هلا هون اكيد نحن بالتثقيف عن قيمه المال وما الى ذلك بدنا نحكيهم بهي الام انه المال هو وسيله وليس غايه صحيح. المال هو ممكن يروح ويجي ممكن انا اليوم فجاه اصرفه على امر طارئ اي فهون انا عم ادخر لامر ما او ممكن احط هدف للادخار هدف قريب يعني انا بدي اجمع فلان مبلغ لحتى اجيب فلان شنطه فلان شغله فهون بيكون الادخار مضمون اهداف قريبه يفتحوك اليوم الثاني تمام ليكي عائشه اليوم يمكن في كثير من الاشخاص او كثير من الاهالي ما بينتبهوا لاطفالهم كيف عم يصرفوا مصرياتهم ما بيكون في رقابه فبهذا الوقت بنشوف انه نسبه من الاطفال عم تلجا لصرف هي المصاري بطريقه خاطئه بتلاقيهم عم يشتروا دخان بتلاقيهم بالكافيهات على اراجيل على امور كثير خاطئه قد ايه نحن مهم اليوم نتدخل بهذا الموضوع معلش نحن نسال الطفل انت وين صرفت شو عملت شو اشتريت احسن ما نحن نهمل الطفل ويلجا لسلوكيات كثير خاطئه صحيح وبالاخص بمرحله البلوغ مراهقه مرحله بقى هون الاعدادي هلا هون ممكن بقى يصير مصروفنا من اهلنا بيكون بقى اسبوعي يعني اعرف اقدر هاي الحاجه انا هون رح اتفق مع ابني انه انا عندك هاي المبلغ المالي رح تاخذه اسبوعيا مو من حقه كمان هو رعايه اسريه يعني هي دون حصول على انه بدون ما يقدم جهد بهذا العمر هو عم يحصل على هذا المصروف صح بس صرفه بيكون برقابه معينه انا ما عم بلش بكل مرحلة بكل عمر عم بلش معلومة عن المال فليوصل لهي المرحلة بيكون خطوة ورا خطوة هو كون كيف بيصرف المال تخيلي هو كان بالابتدائي عم يدخر وعم يقيم وعم يعرف هاي رغبات وهي حاجات فرح يوصل للبلوغ هو متثقف فكريا وسلوكيا على هذا الأمر فهو نحن لا ضير انه نحن نضل عم نتابع ونراقب انه شو اشتريت شو الشيء اللي ساعدك اليوم شو يعني عملت بهذا المبلغ برافو انك هيك تصرفت تماما. لو انك هاي الجوده بتختلف عن هاي الجوده ناقشه بهي انه طلعت دعايتها عجبتك لانه طلعت دعايتها ممكن انا هون مرق له معلومه انه في شركات بتعمل تسويق بتعمل اعلانات فبترتفع سعر هي فممكن تاخذ شيء بديل بارخص مع المراقبة انه هي صحي وهذا مو صحي طيب ولكن احنا دائما في الاهالي بيوقعوا بمشكلة واليوم عم نحكي مشكلة واقع هو خلينا نقول فرق المستوى بين العائلات يعني الاقتصادي والمادي خلينا نقول يعني في طفل اليوم عايش مرتاح طلباته مجابة مشترياته مجابة وفي طفل يعني خلينا نقول دخل محدود يعني بقدر ما عم يدخل الأب على البيت عم يقدر يقدم له حسب الاستطاعة ولكن هذا الطفل اليوم بغار من قرينه بغار من لبسه بغار من تياه من ديكوره من أكلاته من يعني أي شيء ممكن يلفته الطفل يعني بفطرته بينتبه لهي القصة وبغار منها يعني اليوم الأهالي كيف ممكن يتعاملوا مع هاي القصة كيف قادرين اليوم أنه يعني يهدوا هذا الطفل أنه لا نحن ماما عم نحاول نقدم لك بكل شيء قادرين عليه ما نطلع لي الفروقات الأخرى صحيح هلا انه نعطي ابننا في اهالي بيقولوا انه انا كل شيء الله مقدرني انا ما بدي احرمه شيء طلباته مجابه طبعا هذا هون نحن عم ناذي ابننا اكثر ما عم نساعده فاكيد هذا الشيء انه ما لازم نحط له ضوابط نعم. هلا بنشوف العائلات الثانيه مثل ما ذكرتي حضرتك انه ما قدرتهم يعطوا هذا المصروف اليومي او هذا الـ المبالغ اللي قريبه لهذول الاشخاص اللي عم يشوفوا ابنهم هون نحن بدنا نوعي ابننا بهذا وضعنا هذا اللي بنقدر عليه هي يعني في قناعه ونعلم القناعه والرضا بس نحكي عن القناعه لازم نمارس الامتنان يعني الحمد لله عنا هيك مبسوطين انه عنا هيك في شيء اسعدنا اليوم ما بده امال ومصاري مثل البقيه فهم نلجا اكثر لحتى نشاركه اللي عم بيصير بقولنا في ضائقه ماديه ممكن نحكي له اياها فهون هو عم بيكون انه انا اسرتي شو وضعها وشو انا ممكن اقتنع وشو ممكن اقدر اعمل لحتى احسن من ظروفي فيما بعد انا
تمام. وحكينا يعني عن طرق الادخار الصحيحة اللي لازم يتبعها اليوم الطفل، كمان قدي مهم نعلم الطفل العطاء. يعني مثلا كان بمدرسته أي مشاركة لجمعية خيرية أي أنشطة هو يشارك يبادر بهذا الموضوع، قدي مهم؟ كثير مهم العطاء، هو جزء من مصروفه، لازم يكون لو مبلغ بسيط أو إذا ما كان مبلغ إلنا أي حاجة تانية لحتى نشاركها مع الآخر أو فقير أو حدا من قرايبينه، يعني أي صحيح لحتى يعرف انه ما كل شيء هو بده ياخذ، هي القصه هي قيمه المال هي اخذ وعطى، وبما قلنا وسيله فما أنا اكيد يعني رح تكون. طيب اليوم شو اهم الاخطاء اللي بيقعوا فيهم الاب والام يعني من خلال التعامل المادي مع الاطفال، ان كان الوضع الاقتصادي جيد او غير جيد؟ اليوم الاخطاء عم نحكي عن خطا ثابت نحن، الاسراف بانه نعطي طلباته مجابه، هون اكيد في تدليل زائد حتى عم ياخذ اللي بده اياه بالوقت اللي بده اياه، انه لازم في مصروف يومي، حتى في اخطاء بيوقعوا فيها الاهل وبعدين ما بقى بيقدروا يحلوا، انه بطل ياخذ سندويشته، بطل ياخذ الاكلات الصحيه. وبنفس الوقت في اهالي ثانيين انه بيقولوا انه لا ما في داعي اعطيه مصروف لانه انا عم اعطي اكلات صحيه. ويمكن خلال حديثك ونصائحك كنت عم تحكي عن موضوع الدعايه اليوم قد ايه بتاثر على الطفل، ممكن تعرض كثير منتجات والطفل يصير يحب يشتري مثلها، وخصوصا يمكن الاطفال عم بيكونوا ساعات طويله على السوشيال ميديا، بتلاقيهم عم يشوفوا كثير امور ويصيروا يستحلوا انه يجيبوها، هذا الموضوع قد ايه عم بياثر عليهم؟ كيف ممكن نتعامل مع الطفل بحيث نحن ما نحرمه ونوضح له اكثر عن الموضوع؟ تماما. هلا هون في وسائل التواصل في عرض حياه يعني او باساليب مغريه يعني، تماما، فعن جد عم بتشد الكبار والصغار. فهو نحن مثل ما حكينا بما انه بنعرف وضع عائلتنا هي اولا، وثانيا نحن انا عم اخذ مصروف، هلا هذا المصروف اللي عم اخذه لا يوازي الطبقات العاليه، ما له قليل كثير لدرجه انه انا ما بقدر اشتري فيه بسكوته، وما له كثير يفيض عن حاجتي لدرجه انا اتخلى عن الاشياء الموجوده عندي الاكلات الصحيه او الاشياء اللي فيني انا اتعامل فيها لحتى انا بصرفها هيك وهيك. فانا بس انتبه لانه عم ياخذ هو حقه لما يلجا لاساليب ثانيه، وبعض منهم بيلجاوا للسرقه لحتى بس نتيجه الحرمان، لانه هن ما عندهم شيء، بدهم يكونوا مثل البقيه وما حدا عم يثقفهم بهذا المجال. فانا عم وعي ابني، عم ثقفه بحالنا وبنفس الوقت ما عم احرمه، بتوازي عم اعطيه بشكل مدروس اكثر. واليوم كونه ذكرتي حضرتك الحرمان، ونشوف اهالي كثير بيأمنوا متطلبات الاولاد بالبيت، يعني ممكن انا اجيب علبه بسكوت كبيره مثلا خليها تكفي اسبوع، يعني انه هي عن اسبوع للمدرسه وكذا هيك، ولكن اليوم انا هون بكون حرمته من اني انا اعطي مصاري بايده، هل اليوم هذا غلط او صح؟ هل اليوم لازم يتعود كيف يتعامل ماديا؟ كيف هو يقدر يتصرف لحاله؟ ينقي الشيء اللي بيحبه لحاله؟ هلا هو كثير حلو انه نعطيه اتخاذ القرار له، يعني هو نحن ما عم نلعب نحن صغار العاب تجاره على قلنا حتى نعلم قيمه المال، انه انت البياع انا اللي عم اشتري وعطيته عمله نقديه، منه عم مرق له هدف انا اعلمه قيمه المال، ومنه انا عم علمه هو يشتري. فهون اكيد هو بده يجرب هاي الخبره انه بده يعيشها. فانا كثير حلو مني انه اعطيه شيء هو يقدر يقرر وينقي، مع العلم انه كمان انه في عنا شيء بالبيت نحن متفقين انه هذا الاسبوع بنخلص هذا البسكوت اللي عنا بالبيت وبعدين ممكن تاخذ، يعني في مفاوضه حتى انا احقق اهدافي هو يحقق كمان رغباته لما يكون في حدا مسيطر على الاخر. تمام. ويمكن في كثير من الاشخاص اليوم اوضاعهم الماديه عم تكون منيحه فعم يلجؤوا مثلا لحتى يعطوا الطفل مصروفهم اليومي عم بيكون كثير كبير اكبر من عمرهم، هل هذا الشيء صحيح ام لا؟ انا لازم اعرف حسب عمر طفلي حسب اي شيء اللي احنا لازم ننتبه له؟ طبعا بدنا ننتبه للعمله اللي نحن عم نتعامل فيها، 500 مقبول بهذا الوضع بشكل وسطي. هل صارت الألف مقبولة؟ هاي حسب الأيام اللي عم تمشينا وحسب الظروف اللي عم نمرق فيها وأكيد مرحلة عمره، يعني أكيد الصف السابع غير الصف الأول، فأنا بدي انتبه للقيمة المالية اللي أنا عم أعطيها. أكيد، وللفروق العمرية بين طفل ومثل بين مراهق، يعني بنتمنى لك كل التوفيق ويومك حلو، وشكرا لكل المعلومات يلي ذكرتيها. ودائما نحن بنقول مفروض الانتباه لهي الناحية وخاصة عند المراهقين، يعني هنو بعمر جدا حساس بحاجة اليوم أنه يكون في رقابة إن كان ماديا إن كان على جميع الأصعدة. شكرا لحضرتك وأهلا وسهلا فيك. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير الاختصاصية التربوية وماجستير حماية الأسرة عائشة ادلي بقشاش، نورتينا. شكرا لك. اهلا وسهلا. الف عافيه. اهلا وسهلا بحضرتك.